هنعمل سمك على الطريقه النيجيريه والسواحليه في مصر هنا، اهل السواحل بيعملوه. انا ما كنتش عارفه بصراحه ان احنا بنعمله في مصر، بس اتضح ان بنعمله زي الملوخيه بالجمبري كده، هو سمك بالطماطم والملوخيه، حلو جدا. يعني انا اول ما سمعت عنه في الاول استغربت ايه السمك ده اللي يتاكل مع الملوخيه، بس بجد حلو قوي. المقادير بتاعتنا هستعمل سمكتين او ثلاثه بلطي حسب بقى ايه عدد افراد العيله. هستعمل نص كيس ملوخيه، ان شاء الله الاسبوع الجاي هنوريكم ازاي نفرز الملوخيه ونحتفظ بيها في الفريزر. بصلايه، ثلاث فصوص ثوم، ثلاث طماطميات مبشورين، معلقه كبيره صلصه، معلقه شطه. مقاديره سهله وبسيطه ومتواجده في كل بيت. هاجي هسخن الطاسه. زي ما قلنا البصله عايزينها تبقى مكرمله وفيها سكر، بستنى لما الزيت يسخن عشان اديها صدمه وتبقى سيلد مقفوله علشان تحتفظ بالسكر جواها ما ينزلش في الزيت. لسه هجهز معايا، وفي نفس الوقت هجهز الشوربه بتاعت الملوخيه. هحط اغلي الشوربه، يعني في حله هعمل الملوخيه لوحدها والصوص لوحده. في البدايه على ما يسخن، ابتدى يسخن الزيت اهو كده، بقى هنزل بالبصله. بسم الله، يا صباح الفل يا ايه. السلام عليكم، عامله ايه حبيبه قلبي؟ ازيك؟ وطي التلفزيون عشان اسمعك. انا سامع نفسي. لو سمحتي يا ايه وطي التلفزيون عشان اعرف اكلمك حبيبتي، وبعدي عنه. ماشي اهو بعيده. اوكي حبيبي، عينيا ليكي يا عمر. خط قطع، يا ريت تكلمينا تاني. معلش يا ايه خط قطع منك. بصوا ادي البصله بشوحها، والشوربه بتاعت الملوخيه غليت. هحط الملوخيه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الملوخيه هنا مش هعمل لها اي طشه ولا تقليه ولا حاجه، عايزه هظبط لها بس ملح وفلفل. و اهو اول ما تبتدي تغلي هزود الملح والفلفل واطفي عليها. هنا اهو البصله اهي، بصوا ابتدت تاخد لون ذهبي حلو. هزود لها الثوم. السمك قبل ما ابتدي بكون معايا في ميه وملح ومعلقه خل. خلاص السمك منقوع معايا في ميه وملح اهي، احنا ناقعينه اهو. ادي السمك وادي الملوخيه. هحط لها فلفل اسود وملح. اهي هتغلي، خلاص ابتدت تغلي. هي تقلب قلبه واحده واطفي عليها اهي. بصوا ابتدت تغلي، تقلب قلبه واحده. يعني ايه؟ يعني تبقبق كلها، الغليان ده يبقى في كل حته فيها اهي. نص دقيقه كمان اهي ابتدت باين كده. خلاص انا هشيلها، هشيلها ابعدها عن النار كده. الملوخيه بتاعتي خلصت، والبصله والتومه اهي اغمقوا زي ما انا عايزه. هاجي احط عليهم الصلصه. انا عاملاهم في طاسه عشان ازود السمكه، علشان الطاسه تاخد السمكه مفروده معايا. طماطم وشويه شطه. حسيتي انها محتاجه ميه، بنزود ميه سخنه. هي طبعا محتاجه ميه، شويه ميه صغيرين. يا استاذه سميره، يا صباح الفل على حبيبه قلبي. صباح الفل عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه وحشاني. زي الفل. طول ما انا وطي التلفزيون بس، طول ما انت بتكلميني والله زي الفل يا حبيبة قلبي. والله العظيم انت بتوحشيني على طول. والله حبيبة قلبي هشوفك ان شاء الله معانا، مش كده؟
كان لنا نصيب ان شاء الله ان شاء الله. انا مبسوطه قوي من الحكايه دي عشان هقابلك يا حبيبتي، وانا مبسوطه اني هشوفك والله برضه حبيبه قلبي. انت حبيبتي والله العظيم حبيبتي، ربنا يخليك على كل حاجه بتعمليها حلوه. انا بس عشان اتفرج عليكي بس حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك ليا، ونشوف بعض على خير ان شاء يا الله يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه. ادي الطماطم كده وصلت للسمك اللي انا عايزاه. انا مش هخليها تتسبك عشان هحط فيها السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمك انا نقعاه في ميه وملح ونقطه خل واحده. باجي بقى لو عندك غطا حله قد الطاسه، طبعا غطيها افضل علشان يستوي بسرعه. هو مش هياخد وقت خالص، بسويه هياخد له 5 دقايق 10 دقايق ماكسيمم، لان السمك وبعدين البولتي ما بياخدش سوا. البولتي احنا زي ما قلنا ده هو كنز عندنا، احنا مش عارفين قيمته بصراحه يعني اهو. فاحنا بنعمل لكم بيه اكلات جديده عشان ما تزهقوش، الواحد يجرب. انا بقول لكم اول ما سمعت عن الاكله دي استغربتها، بس بجد لقيتها حلوه قوي، عجبتني جدا. احنا دلوقتي ممكن نروح لفاصل على فكره ونرجع نغرفه ويكون السمك استوى، لان احنا دلوقتي بس فاضل لنا سوى السمك. واحنا عاملين واحده، بص خلاص خلينا نوريكم. ادي السمك، ممكن تجيب لنا طبق يا احمد هغرفه معاك. ادي السمك بعد ما استوى، احنا عاملين واحد من الاول عشان الوقت. اهو السمك استوى عندي، عايزه اوريه لكم يبقى متماسك ماسك نفسه، ما تخليهوش يستوي منك لغايه ما يتهري. اهي السمكايه راسها لما اشيجي اشيلها تلاقيها فكت معاكي، ده معناه انها استوت. اوكي هاجي هغرفه في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم كده. يا اسماء صباح الفل يا اسماء. حاولي تكلمينا تاني معلش، الخط قطع من عندك، معلش حاولي تكلمينا تاني. واجي هاجي الملوخيه بتاعتي، زي ما قلنا الملوخيه من غير طشه من غير اي حاجه، هي وملح وفلفل في الشوربه، لان هنا في بصل كتير. وادي وبتتقدم كده الملوخيه عليها، وبقيه الملوخيه بتبقى جنبه. بجد انا يعني انتوا مش متخيلين الطعم، بس زي ما بقول لكم سكان السواحل عندنا عارفين الاكله دي، لان صاحبتي قالت لي ان احنا هنا في مصر بنعمل اكله شبهها.